أعلنت الإدارة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022 أن جولة الإعادة للانتخابات في خارج مملكة البحرين ستجرى بعد يوم غد الثلاثاء 15 من نوفمبر، وتشمل 34 دائرة انتخابية نيابية لم يتم حسمها من الجولة الأولى. ودعت الإدارة التنفيذية للانتخابات المواطنين المتواجدين بالخارج في هذا التاريخ المحدد إلى المشاركة في التصويت لاختيار ممثليهم النيابيين عن هذه الدوائر، وأشارت إلى أن جميع إجراءات اقتراع الإعادة هي ذاتها التي تم تطبيقها في الجولة الأولى للانتخابات، وذلك من خلال 37 مقرا دبلوماسيا للمملكة، حيث يبدأ فتح باب الاقتراع من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء بحسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد بها السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية. الجدير بالذكر أن يمكن لجميع المقيدين في جدد والناخبين الحضور للجان الاقتراع والفرز في المقرات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج لانتخاب أعضاء مجلس النواب.